مره من المرات في رمضان واحد من الشباب فتح له كافي. جميل. وقال في عندي نوع قهوه يوم وصلته يعني بارك له في المحل وزي كذا، قال عندي نوع قهوه جديد. قهوه سوداء. قهوه سوداء. قال انه هي ثلاث انواع اتوقع. النوع هذا نادر انه يكون نادر تلقاه. شربته. في انواع منها ترى يسوى يعني مبالغ طائله. فعلا. جدا. المهم شربت ال واضطريت اني اشربه مجامله. ولانا ما تقبلت اني اشرب القهوه السوداء اصلا. المراره والحموضه. المراره. المهم رجعت بعد ما تسحرت الا احس ب كذا وانا نايم من الخفقان. والله العظيم الا يوم تفاجات قلت يا ولد وش السالفه؟ خفقان خفقان فعلا. واكلم واحد من الزملاء دكتور. انا والله وسوست ما جاء في بالي انها قهوه سوداء. وكلمه قال كذا على طول قال لي وش شارب؟ شكلت وش يسالني اسئله طبيه يعني. فعلى طول قال لي هذه من القهوه اللي انت شربت. ما راح اثرها الا وقت المغرب. المناسبات كذلك يعني اتضايق اذا احيانا اخذ الفنجال اشرب بس كذا شيء بسيط و... طيب بعد اذنك عبد العزيز بنرجع لكم يا شباب، معنا الاتصال جاهز. الو استاذ فيصل. مرحبا حياك الله.